اكتشف مواصفاتك من اليوم الذي ولدت فيه. من علم الأرقام حملنا لك بعض الحقائق التي يكشفها كل يوم من الشهر عن مساوئ وميزات الشخص المولود فيه. حدد يوم ولادة من تحب لتكتشف خفايا عن شخصيته قد تصدمك في بعض المراحل. إذا كان يوم ميلادك هو واحد في الشهر، إن كنت قد ولدت في اليوم الأول من الشهر فأنت قائد ولديك روح مبادرة كبيرة وسحر لا يمكن تفسيره. أنت مبتكر جدا وفضولي وحيوي وتشترك دائما في المشاريع الكبيرة. إذا كان يوم ميلادك هو الثاني من الشهر، لديك حس سليم بشكل كبير، أنت حذر جدا مع الآخرين بشكل عام أيا كانت نوع العلاقة التي تربطك بهم، تميل إلى الانطواء ولكن هذا فقط لأنك تكرس نفسك تماما للعمل. إذا كنت مولودا في اليوم الثالث من الشهر، أنت إنسان نشيط وحيوي وعلى استعداد دائما لتكوين صداقات جديدة، تحب التعبير عن عواطفك أيا كان نوعها، نتيجة لذلك يسهل عليك جدا التواجد مع الآخرين واجتذاب الكثير من الناس. إذا كان يوم ميلادك هو 4 في الشهر، المفاجآت والعقبات ليست لك، فأنت تحضر وتخطط لكل شيء، أنت متعاطف ومحاط دائما بطاقة إيجابية. إذا كان يوم ميلادك هو 5 في الشهر، أصدقاؤك يحبونك كثيرا لأنهم يستطيعون التحدث بصراحة معك، أنت منفتح وهادئ ولكن على الرغم من أنك تظهر هادئا جدا فأنت لا تحتمل الروتين، أنت واثق جدا بنفسك وتتكيف بسهولة مع أي وضع. إذا كان يوم ميلادك هو 6 في الشهر، أنت كريم جدا ومفعم بالعواطف، يعتبرك البعض شخصا فضوليا جدا ولا يقدرون لطفك، لديك مخيلة واسعة وتحب مفاجأة الأحباء. إذا كان يوم ميلادك هو 7 في الشهر، كل الأشخاص المولودين في هذا اليوم يهتمون كثيرا بالتفاصيل ويلاحظون أي تغيير، وعلى الرغم من أن ذاكرتك جيدة جدا لكن من الصعب عليك التعبير عن المشاعر والأفكار والرغبات. إذا كان يوم ميلادك هو 8 في الشهر، فأكبر عيوبك هو أنك تشعر بالملل بسرعة، أنت لا تحب إكمال ما تبدأه، وإذا كان عليك حقا تنفيذ شيء ما فأنك تقوم بذلك بسطحية بعض الشيء. في الواقع أنت شخص لا يمكن التنبؤ به مع أنه يتمتع بشخصية حيوية واجتماعية. إذا كان يوم ميلادك هو 9 في الشهر، التواصل ليس نقطة قوتك، مع ذلك تتمكن من تكوين أصدقاء جيدين والاحتفاظ بهم قريبا منك بسبب شخصيتك الساحرة وقدرتك على إظهار التقدير للأشخاص القلائل الذين تحبهم. إذا كان يوم ميلادك هو 10 في الشهر، فأنت من الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام. في الواقع غالبا ما يشغل مولود هذا اليوم منصبا مهما أو يكون مشهورا، أنت شخص ذو شخصية ساحرة وطموحة وصعبة وإن كنت لا تبذل الكثير من الجهد لتنفيذ خططك. إذا كان يوم ميلادك هو 11 في الشهر، فأنت واحد من الرجال الأكثر أناقة في العالم، أنت من الأشخاص المرنين والاجتماعيين المخلصين والمسؤولين، كما أنك شخص جدير بالثقة وتستند إلى واقع ملموس. إذا كان يوم ميلادك هو 12، فأنت شخص ودود وديناميكي وذو عقلية متفتحة وقلب كبير، ولكي يكتمل الوصف لابد من القول أنك تميل إلى الشعور بالغضب بسرعة ولا تلاحظ التفاصيل، علاوة على ذلك لا تستطيع التعبير عن مشاعرك لأنك تنتظر من الآخرين فعل ذلك. إذا كان يوم ميلادك هو 13 من الشهر، فأفضل طريقة لعيش الحياة من وجهة نظرك هي قول الحقيقة، أنت تحب البساطة والأشياء المباشرة والحدود المحددة، حلمك الكبير هو الحرية وغالبا ما تتعارض قيمك مع الواقع والقواعد الاجتماعية غير المكتوبة. إذا كان يوم ميلادك هو 14 من الشهر، فأنت من الأشخاص الذين يفضلون أنفسهم، أنت واثق جدا من نفسك وفخور بالنتائج التي تحققها، بالنسبة لك الغاية لا تبرر الوسيلة، كما أنك تهتم جدا بآراء الآخرين بما يختص بأفعالك. إذا كنت من مواليد يوم 15 من الشهر، فأنت تحب أن تكون مركز الاهتمام وأنت اجتماعي للغاية،
على الرغم من أنك لا تحب جميع من حولك، إلا أنك تتمكن من الابتسام للجميع وتكون لطيفا معهم، ولكن عليك أن تتنبه من الأصدقاء الزائفين. إذا كان يوم ميلادك هو 16 من الشهر، فأنت شخص عقلاني يضع دائما المنطق قبل العاطفة، يسعى للكمال، وأنت فضولي وطموح وعلى استعداد دائما لتحمل المخاطر لتحقيق أحلامك. تحلم أحيانا بأحلام اليقظة، ولكن هذا فقط لأنك تعرف أن الرؤية هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف. إذا كان يوم ميلادك هو 17، فأنت لا تحب التدخل في خصوصيات الآخرين، ولا تحب أن يتدخل الآخرون في حياتك الخاصة أيضا. أنت متفرد بقراراتك وأفعالك ومقتنع أنك تعرف تماما ما يجب فعله. أنت على خطأ في معظم الأحيان، مع ذلك أنت اجتماعي جدا والآخرون يحبون صحبتك. إذا كان يوم ميلادك هو 18 من الشهر، فعلى الرغم من أنك تبدو خجولا، إلا أنك شخص ثرثار جدا ونشيط. أنت دائما على استعداد لتكوين صداقات جديدة، ولكن في معظم الأحيان لست أنت من يتخذ الخطوة الأولى. يصعب عليك التعبير عن مشاعرك خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية. إذا كان يوم ميلادك هو 19 من الشهر، فأنت بفضل قدرتك على التنظيم تحظى بالاحترام والتقدير من الآخرين. علاوة على ذلك أنت مستقل للغاية وطموح جدا. عليك أن تتذكر أن كل شخص فريد بطريقته، كما عليك أن تتعلم تقدير الآخرين أكثر. إذا كان يوم ميلادك هو 20 من الشهر، فأنت لا تفعل شيئا إذا لم يكن لديك خطة. أنت حذر جدا وتحب أن تعرف جيدا الوضع قبل أن تتصرف. أنت صبور ومتسامح ومنظم، لديك مخيلة غنية جدا، وتجد دائما طريقتين على الأقل لحل المشاكل. إذا كان يوم ميلادك هو 21 من الشهر، فأنت نشيط ومتفائل دائما، تحاول إرضاء الجميع على الرغم من أن هذا الأمر يرهقك ويجعل البعض يعتقد أنك سطحي أو منافق. عليك أن تقدر مهاراتك وطموحاتك وأن تثق بقدراتك هذه وأن تعبر عن مشاعرك. إذا كان يوم ميلادك هو 22 من الشهر، فأنت تتمتع بمهارات القائد. أنت تحب الحصول على احترام جميع من تقابلهم، وليس لديك السمات اللازمة للفوز بالجمهور. تريد أن يتم القيام بكل شيء في الوقت الذي تريده وكما تريده بالضبط. إذا كان يوم ميلادك هو 23 من الشهر، فأنت شخص مميز جدا، ويستطيع أصدقاؤه الاعتماد عليه دائما. وبغض النظر عما يقوله الآخرون، أنت تعيش حياتك كما تحب، كما أنك تعرف جيدا ما يجب القيام به وتدرك قيمه، على الرغم أنه ليس من الواضح دائما أن قيمه هذه هي الأفضل. إذا كان يوم ميلادك هو 24 من الشهر، فأنت متفائل جدا وتحب الاستفادة من كل لحظة، تحب الابتسام وإسعاد الآخرين، كما أنك من الأشخاص الرائعين والجديرين بالثقة والمقربين، كونك تعرف قيمة الاستماع للآخرين. إذا كان يوم ميلادك هو 25 من الشهر، فإن أكبر نقاط قوتك هو حسن المثابرة. أنت مكافح ومعنوياتك مرتفعة، قد تكون محفزا للآخرين، لديك دائما شيء لفعله أو تخطط لفعله أو شخص للقائه. إذا كان يوم ميلادك هو 26 من الشهر، فإن أكبر عدو لك هو الروتين. أنت شخص فضولي بطبيعته ومنفتح جدا على كل جديد، تحب التغيير والتحديات. علاوة على ذلك تحب أن تكون محاطا بأشخاص محبين. إذا كان يوم ميلادك هو 27 من الشهر، فقد يقول البعض أنك عاطفي جدا وحساس للغاية، والحقيقة هي أنك متعاطف جدا مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك أنت شخص أنيق ومجد في العمل ومتفان. إذا كان يوم ميلادك هو 28 من الشهر، فأنت شخص موهوب جدا يعمل بجد ويحظى بقليل من الحظ بنجاح كبير. المشكلة الوحيدة هي أنك لا تقدر قيمتك الحقيقية، لذا من الأفضل لك أن تثق بنفسك أكثر. إذا كان يوم ميلادك هو 29 من الشهر، لديك حدس ممتاز لكل ما يحصل لك في الحياة، لذا
أنت لا ترتكب الكثير من الأخطاء، وحين ترتكب خطأ ما تحاول جاهدا تصحيحه، كما إنك تتمتع بمخيلة واسعة تضع أمامك طيفا كبيرا من الخيارات. إذا كان يوم ميلادك هو 30 في الشهر، فأنت دائما محاط بالأصدقاء. كونك تعيش وأنت تضع المرح في أعلى درجة من سلم أولوياتك، ولهذا يحب الآخرون صحبتك ويعتبرونك دائما مصدرا للتسلية. إذا كان يوم ميلادك هو 31 من الشهر، فأنت من الأشخاص الذين يتغير مزاجهم بسرعة. أنت شخص لا يمكن التنبؤ به، ولهذا يصعب فهمه. يسهل عليك جدا التركيز على ما يجب فعله، لكن يصعب عليك كذلك تحمل مسؤولياتك وتنظيم حياتك.